الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سنختف إن شاء الله لمسألتين. المسألة الأولى هي الأحوال في العراق. العراق منذ زمن قديم مكان للقتل ولسيل الدماء، والآن أكثر وأكثر منذ حتى في زمن صدام حسين ومنذ دخل الأمريكان ثم وقع داعش، وبعد داعش ما يقع بين الشيعة والسنة والأكراد، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يفرج عنهم وعن جميع المسلمين. والآن يعني فيه ثورة في العراق كعدة دول إسلامية وغير إسلامية، لأن الناس يعيشون في الفقر والحاجة، ويرون أن أصحاب السياسة والجاه هم في الغنى وفي الترف. فالشعب الآن ثورة، كما كذلك في لبنان الله يفرج عنهم، وفي دول حتى في جنوب أفريقيا جنوب أمريكا. فيقول أخ من العراق: الشعب الآن هائج ولا يعرف أين وكيف يأخذ حقه في الحياة من الحكومة، حكومة اللصوص السيستاني، مرجع الرافضة الذيول الإيرانيين، فيسأل هل السيستاني يخدم إيران، مقتدى الصدر الذي يتحكم بالرافضة العرب، الرافضة يعني الشيعة يسميهم رافضة، رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، إقليم كردستان هل سيبقى أمنا أم سيتم احتلاله. فكردستان فيها الأكراد، الأكراد في المنطقة منذ أكثر من 5000 سنة وليس لهم دولة، وهم بين 4 دول، بين العراق وتركيا وإيران وسوريا، وكل واحدة من هذه الدول تخاف أن يطالب الأكراد بالاستقلال. ولما جاءت الحرب ضد داعش فالأكراد ساهموا وتعاونوا مع الأمريكان وكلهم ليحاربوا داعش، وبعدهم كانوا فرحين وأرادوا الاستقلال، فضيقت عليهم العراق حتى تركوا الأمر. ولكن ما زال مسألة الأكراد يعني قائمة. يحكم هذا الإقليم مسعود البرزاني وابنه نجرفان مسعود البرزاني، هذا إقليم الأكراد، وحزبين كرديين يقومان باستغلال الأوضاع في العراق لصالحهم دائما، ويكون العرب السنة بالذات هم أكثر المتضررين من جراء ذلك أمام الأكراد والشيعة. أعضاء البرلمان العراقي كلهم لصوص، وهذا أمر حقيقي وموثق، ولكن الشعب وبشكل عجيب لا يحاول حتى محاسبة هؤلاء اللصوص، فضلا عن التفكير بأن هؤلاء المغممين والسياسيين هم أباليس ويستحوذون على المال والنساء والشيعة وتدمير البلد. وإذا ما حاول الشعب لتغيير الوضع فإن ميليشيات الحكومة والإيرانيين يقومون بقتل الناس بشكل جنوني، ويتم إخماد هذا التحرك. أما المكانات والمحافظات فبغداد وأربيل والموصل وكركوك، وهل هناك مخطط لتقوم الحكومة بإدخال داعش إلى هذه المدن مرة ثانية؟ ومقتدى الصدر الذي يتحكم بالشيعة العرب رئيس هذا الكلام كله قلناه. ما هو حال عملية التربية والتعليم الذي يتحكم به جهلة وأحزاب؟ الأهم والأهم هو إمكانية حصول انقلاب عسكري أو سياسي، ومدى إمكانية أن يستعيد العرب السنة زمام الحكم وإسقاط الرافضة وطرد إيران وأذنابها خارج العراق. هذا الكلام الله أعلم، لأن كان السنيين في الحكم لما كان صدام حسين، وذهب صدام حسين والشيعة هم أكثرية والأكراد كذلك أكثرية والسنة قليلون، فكيف يكون السنة يحكمون العراق؟ هذا أمر صعب والله أعلم. هل ممكن أن يدخل أردوغان رئيس الجمهورية التركية لتحرير الموصل وتدمير الأكراد في أربيل عاصمة كردستان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الحروب نحن لا نرجوها، كما وهو الحال الآن في شمال سوريا، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله كل هذه الحروب، أنا أنصح كل مسلم وكل أخ أن تبحثوا عن الحلول السلمية، و
كفانا من القتل ومن سيلان الدم. ما مدى إمكانية انتهاء الأوضاع المأساوية التي يعيشها الناس وانتهاء الجرائم بحق العراقيين في كل جوانب الحياة؟ يا ريت نقدر ننهي أعمال السحر التي تستخدمها الميليشيات الحكومية حتى أنهم لا يؤثر فيهم الرصاص الحي. سبحان الله، هذا أول مرة أسمع هذا الأمر. في إفريقيا يعملون كثير السحر ضد الرصاص ويقول هذا يستعملوه الشيعة كذلك. طيب، والآن الموضوع الثاني. يقول: أخرج الحقيقة شيخنا للعالم، جميع هذه القنوات لها متابعون كثر. فسؤال أول: حقيقة وجود خدام لآيات القرآن؟ وقلنا في خطف ماضي أنه لا يوجد، وأن الشياطين تضحك على الناس، ما في خدام للآيات. حقيقة الروحانية، وما هي الروحانيات التي يتكلمون عليها؟ الروحانيون أصلا هم جن قريبون من الملائكة، كما كان إبليس قبل أن يعصي الله تبارك وتعالى، فهم يعني يعبدون الله مثل الملائكة، ولكن أكثر ما يقول الناس عندهم روحاني يعينوهم هم شياطين، فيأتون في شكل ملائكة ويقولون أنهم روحانيون وهم يخادعون الناس. هذا أكثر شيء وجدناه. كل واحد يقول لك أنا روحاني ومعي خدمة من الجن الطيبين، أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون في الرقية. إذا كان عندي جن يعينني أن أعالج الناس، فسيعلم الجن الكفار والسحرة أن هذا الجن هو الذي يعينني، فسيرسلون جماعة ليضربوه ويأخذوا مكانه، وكلما أنادي شيخي إبراهيم أو عبد القادر فيأتي قنبور أو دحبوح وحتى يضلني. هذا دائما، فالجن لا ينفع في الرقية إلا إذا جاءك مرة أعانك وذهب جزاه الله خير. أما أن يكون لك جن وتعرف اسمه وتنادي باسمه حتى يعينك في الرقية، فكل الحالات التي رأيت بدأوا هكذا، ثم في شهر تقريبا يعوضهم جن كافرون ويضلون الناس، ويقولون للجن الذي عند المريض: اذهب اعمل دورة مدة أسبوع وأرجع، فيشعر المريض ببعض الراحة ثم لا تنتهي مشكلته. ماذا يفعلون بالتفصيل لتأتيم هذه الخدمات؟ كيف يتعامل هؤلاء مع الجن؟ وهل يوجد 7 ملوك كل واحد يحكم يوم في الأسبوع؟ هذا موجود عند الشياطين، فعندهم الرموز، هذه الرموز وسبعة أحرف وسبعة أيام وسبعة كواكب كلها مربوطة وهي من الشياطين. ليس هذا عند المسلمين، أن 7 ملوك يتحكمون في كل يوم من الأسبوع. وحقيقة الأسماء مثل الملك كندياس وأبا مرة وأسماء أخرى، سنبحث عن هذا إن شاء الله. وهل فعلا تسخر الجن ببعض الأقسام؟ يعني تحلف تقول كلام فيأتي الجن لخدمتك؟ طبعا، إذا تحلف بغير الله، إذا تطلب غير الله، فسيأتي الجن في خدمتك. ما هي حقيقة البرهوتية؟ هذا قلنا هي أسماء الجن. والجلجلوتية، هناك ناس كثير تعمل بهذه الأقسام، رأيتهم بعيني. هل يوجد حقيقة بصرف العمار بصورة الزلزلة ولو حقيقة؟ يعني عمار البيت، الجن الذين في البيت، هل تذهبهم صورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض وزلزالها؟ وكم العدد؟ وهل تصرف الكافر والمسلم؟ ما هي العهود السليمانية الذي أخذها سيدنا سليمان على الجن؟ هذا كل ما أعرف عن موضوع سليمان، أنه شرك وأنه ليس من سليمان، ولكن أشياء يعني عملوها واخترعوها وسموها باسم سليمان وهي شرك حتى تخدمه الجن. هل كل من يسمع الجن فهو ملبوس أم الرؤية فقط؟ لا، ليس كل الملبوس هو الذي دخل الجن في جسمه، يمكن أن تسمع الجن وهو خارج من جسمك. وما حقيقة يقول لك ويحسب اسمك ويقول لك أنت هوائي وأنت ترابي وأنت مائي؟ هذه سمعت يفعلونها وسنسأل عنها. يحسبون الحروف من الاسم ويقول أنت إنسان هوائي، طبعك هوائي، طبعك ترابي، طبعك ناري، طبعك مائي، وتحتاج إلى هذا العلاج وهذا العلاج. وما هي علاقة النجوم بالسحر؟ هذه علاقة معروفة، لأن يعملون
يدخلون أسماء الكواكب في السحر فيخرجونها في أوقات معينة، ويكون جن مربوطين بتلك الكواكب فهم يجددون السحر. علاقة الجن بالأولياء والأضرحة: الناس يذهبون إلى قبور الأولياء ويستغيثون بهم، وهو شرك وكفر، فيكون الشياطين عند القبور ليلبون طلبات من يمشي إليهم، كمن يعبد الأصنام فتأتي الشياطين لخدمته حتى يعتقد بذلك المعتقد. هذه هي العلاقة مع الأولياء. هل يوجد بعضهم بعض المعالجين معهم جن صالح يكلمهم؟ أنا كما أخبرتكم في إذا كان الرقية، إذا كان علاج آخر، وجدت يعني إماما طيبا يداوي الناس بالأعشاب ليس بالرقية، ووجدنا عنده جن صالح يدله على الأعشاب لعلاج الناس، لماذا يمكن هذا؟ لأن ذلك الجن الصالح يريد الثواب فقط، فيعين هذا الشيخ الصالح حتى يعالج الناس بالأعشاب الطبيعية. ولكن إذا كان يعين للرقية لإخراج الجن والسحر، فالجن الكفار سيحاربوه لأنه يحاربهم، وهذا الجن لا يستطيع أن يقاوم الجن، مثلما أنا أو أنت مهما كنت قوي وتغلب إنسان واثنين وثلاث، لو يأتيك 10 يغلبوك، فهذا ولو كان جن مسلم لا يستطيع أن يعمل الرقية. ويشرح لهم الأمراض التي عند الحالات ويساعده. أما شرح الأمراض هذا الجن المسلم والكافر يستطيع أن يفعله، وهذا ما يفعله الشوافين، عندهم جن كفار يخبرك بكل ما فيك. وقال الشيخ وحلف إن جميع عمار الأماكن كله كافر، هل حقيقة؟ الله أعلم، لماذا سيكون عمار الأماكن كلهم كفار؟ طيب خلاص، هذا هو الموضوع. الموضوع الأول هو العراق وكل ما يجري فيه من قتل، والموضوع الثاني هذه القضية الذين يتعاملون مع الجن في العلاج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وأهل الغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. برأت من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به. برأت من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كافروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما هي لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما هي لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما هي لغير الله به حرمت عليكم الميتة وي من أين أنتم؟ يقول ماذا تريد؟ أنتم من أين؟ من العراق. وماذا تفعلون في العراق؟ مع الجنود الجنود الشيعة أو كل الجنود أنتم مع كل الجنود الشيعة والسنة وداعش والأمريكان حتى يتقاتلون أنتم تدفعون كل الجنود ليتقاتلوا لتسيل الدماء مع الأكراد من أمركم بهذا؟ السحرين والناس من الدولة السحرة والناس من الحكومة حتى يحصلوا على الدم حتى يحصلون على نقص الناس يموتون حتى ينقصوا من الناس النظام العالمي الجديد حتى ينتشر النظام العالمي الجديد في كل بلاد ولكن الحكومة والسحرة من العراق أو من خارج العراق كلاهما طيب فهمت هل جئتم برغبتكم إلى هنا؟ لا. نعم. لا. هل تريد أن تعرف القوة التي أتت بك إلى هنا؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ماذا رأيت؟ ضوء جميل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به حرم عندك سؤال آخر حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به من أنا عبد رؤوف سمعت بي لماذا أعمل هذا؟ حتى ندخل كلنا إلى الجنة إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا ليس إلى حتى تستعملنا ليس إلى ليس فيه حيلة انظروا إلى الحيلة وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخيكم وما أنتم بمصرخي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به حرمت عليكم براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون
الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 لا تركبن طبقا عن طبقي لا تركبن طبقا عن طبقي لا تركبن طبقا عن طبقي لا تركبن طبقا عن طبقا لا تركبن طبقا عن طبقي لا تركبن طبقا عن طبقي لا تركبن طبقا عن طبقي لا تركبن طبقا عن طبقا لا تركبن طبقا عن طبقي لا تركبن طبقا عن طبقي لا تركبن طبقا عن لا تركبن طبقا عن طبقي لا تركبن طبقا عن طبق لا تركبن طبقا عن طبقي لا تركبن طبقا عن طبق لا تركبن طبقا عن طبقي لا تركبن طبقا عن طبق أنت مريض؟ أنت غضبان؟ كنت أشرب الدماء. كنت تشرب نعم. الدماء الآن في العراق؟ نعم. سبحان الله. ماذا تريد؟ أريد أن أعرفك بالقوة التي أتت بك إلى هنا. وأنا لا أريد. لا تريد؟ لا. أتركني فعلي. الله أكبر الله أكبر. أنا أريد الدماء. أنا أريد الدماء. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. إذن تقيأ الدم أخرج الدم أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لماذا؟ لأني أعيش من الدماء. لا لن تموت. أنا أعيش من الدماء. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها ماذا ستعمل؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل لغير الله به برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض فطاف عليها طائفة من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائفة من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم
فطوف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطوف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. ماذا نفعل هنا؟ جئتم من العراق؟ نعم. عندكم علاقة بالقتال؟ أنا علاقة بالناس. بالناس. حتى يتقاتلون أيضا. حتى يتقاتلون؟ من أمركم بهذا؟ ناس من الكفر. من الحكومة. ومنهم ساحرين من العائلات. والناس يسحر بعضهم بعضا في العائلات. والحكومة ماذا يريدون؟ لحصول الحكم؟ يريدون أن يتقاتل الناس حتى يموتون، حتى ينقصوا الناس، حتى ينقصوا الناس. طيب، أريد أن تعرف القوة التي جاءت بكم إلى هنا. اليهود يبعثوا، اليهود كل بلاد يرسلون إلى كل بلاد، يبعثوا ساحرين، جن سحرة، جن سحرة، حتى يتقاتلون، حتى يتقاتل الناس. والجيش مع الحكومة يتقاتلون أيضا، والجيش والحكومة كذلك. هكذا يفعل اليهود، يكثرون الدماء، حتى تكثر الدماء. إذن كل الثورات العربية هو من أجل هذا؟ حتى تونس. لكنهم يبقوا في الخارج، وهم في الخارج لا يظهرون، ويرسلون الجن حتى تتقاتل الدول. لا يكون دليلا، ليس أي دليل أنهم فعلوا هذا. تونس كذلك، كل بلاد، كل بلاد حيث لم يستطيعوا أن يذهبوا للحرب فيرسلون الناس ليقوموا بالحرب. السحرة، حتى يسحروا الناس، حتى يقتل بعضهم بعض، يذهبون إلى البلدان، يقطعون التذاكر ويذهبون إلى البلدان ويعملون السحر حتى يتقاتل الناس. طيب، فهمت؟ وحتى في الحكومة لا يتفاهمون، وتسير الفوضى، لا تستقر. نعم. يكون الفوضى والتقاتل في البلاد. نعم. وأنت تعمل لهم لهذا. لماذا أخبرتني بكل هذه الأخبار؟ لأنني أحب أخبر شيئا، لأن أشارك في القتال. لا تتقاتلون عليهم، لكن حق، ماذا أقول حق. أنت تحب القتال، تحب أن يتقاتلوا، ما تقوله حق. ولكن لماذا أخبرتنا به؟ لأنه سر أن اليهود وراء هذه الأمور. لأن أعرف أن تعقدون أيضا حتى لا يكون المحبة بينكم، لأنك تعرف أننا لا نقدر أن نفعل أي شيء، ونحن لن نتحد ولن نفعل شيء ضد اليهود. أعرف أن ماذا أقوله حق. وماذا تقوله حق؟ لما أقول حق أنتم تتقاتلون أيضا كمان، وأنتم تتقاتلون. طيب، فهمت. أنا أريد أن، هل جئت برغبتك إلى هنا؟ لا. هل تريد أن تعرف القوة التي جاءت بك إلى هنا؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه كان حق. أنا كلمت، قلت لك كل شيء، لكن أنا أريد شيء. ماذا تريد؟ أريد أن يكون عندي القوة. أريد القوة. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ملى لغير الله به،
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلل غير اللعب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلل غير اللعب. حرمت عليكم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. وقدمنا الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. الله نور السماوات والأرض فطاف عليها طائفة من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. لا يحتاجون إلى الجن من الخارج ليتقاتلوا. السحر في كل مكان. وكثير من الناس يعملون السحر في الحكومات وفي السياسة وفي البلديات في كل مكان. ماذا تحسب؟ ماذا تريد؟ أنتم منهم من الجن في الداخل من السحر في الداخل. أكبر ساحرين هناك. في العراق؟ نعم. كم عمرك؟ كثير ديسيك. قرون. أنت هناك قبل أن يأتي الإسلام؟ نعم. جئت بعد الإسلام. في الدولة الأموية أو العباسية أو وقت الخلفاء؟ الأموية. في الدولة الأموية. طيب. أريد. لماذا تسأل؟ لأن أريد أن أعرف. أنت جن ساحر كبير ولابد. ساحر كبير. نعم. لابد أن تكون قديم ومررت في. أتعامل مع الناس. الحكومة. تتعامل مع الحكومة. الحكومة والجيش. والجيش. لحصول السلطة أو لماذا؟ أنا. عندي سلطة. لا أنت عندك سلطة ولكن الناس يطلبون مساعدتك لأي شيء. نعم للسلطات. للسلطة. يأخذ مكان. الآخر. طيب. أريد أن أعرفك. جيش. حتى نعقد على قلوبهم حتى يكونوا. أنت في الجيش لتضغط على قلوبهم ليكونوا قتالين. نعم. وليس ليس فيهم رحمة. نعم. ولا تفكير ولا ندم ولا شعور. هكذا. طيب. ماذا تريد؟ أريد أن أعرفك بالقوة التي جاءت بك إلى هنا. أنت مستعد؟ نعم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب يرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الخالق. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أمي. وضعتك أمك. انظر إلى هذا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ماذا وقع؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. لماذا لا تقبل؟ لماذا لا تقبل؟ يعني هذا أنا كنت في الكذب في أشياء ليس أنت كنت في الخطأ والكذب. طيب تعرف إبليس؟ لقيته؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. لا يعني لا يهمك إبليس. ماذا تريد في الدنيا؟ المال. المال. الدم واللحم. اللحم. اللحم. اللحم.
وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم القرابين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين في الحكومة كثير من الدم يعملون القرابين للجن من الحيوانات والإنسان. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كافروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما ففتقناهما. الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. حرمت. نعم. ما هذا الضحك؟ ماذا تريد؟ أريد أن أعرف أنتم جئتم من العراق؟ أنتم مع الذين يظنون أن عندهم موهبة وعطاء رباني روحانيين ومعالجين. جيوش مختلفين كل جيش مع كل جيش له خدمته. وأنتم مع هؤلاء الشيوخ أو الناس الذين يظنون أن الله عطاهم كرامة يعالجون بها، فماذا تفعلون معهم؟ والذين يقولون أنهم زهريون. نعم. وماذا تفعلون معهم؟ تساعدهم. تساعدهم في علاج الناس. نعم. تخبرهم كيف تساعدهم في علاج الناس. نعم. نخبرهم ماذا يعملون. تعطوهم الدواء كيف يعالجون الناس. نعم. وهذا الدواء صحيح يمشي؟ لا. إذن كيف؟ تساعدهم قليلا وتأخذون كثيرا. يأتي إنسان عنده مشكلة تساعده قليل في ذلك المشكل وتخلقون مشاكل أكثر من غير ذلك. وهؤلاء المعالجين يظنون. لكن هنا من مسلم وهناك من ليس مسلم، نساعد كثير من الناس. يعني نفس الشيء مسلم أو غير مسلم تساعدهم بنفس الكيفية. الذي يقول أن له كرامة من الله أو يعبد الصنم نفس الشيء. نعم. عندكم نفس الترتيب. نعم. هكذا. نعم. والذين يأخذون اسم الإنسان ويعملون حسابات ويخبروه بما عنده، تعرفون هذا؟ ما اسمه بهذا لكن ليس مختصين. أنتم اختصاص آخر. نعم. طيب فهمت. واختصاصكم الروحانيين يأتون في المنام هكذا أو توسوسون في رؤوسهم؟ في المنام وتوسوسون لهم وتأتون في شكل الملائكة في صفة الملائكة أو لا؟ ليس ملائكة. في صفة ماذا؟ صفة جيدة. صفة جميلة حتى يقولوا هؤلاء صالحين. طيب تلبس الأبيض. تلبسون الأبيض. نعم. ما شاء الله. والعمامة هكذا الناس بلباس أبيض يصدقون ينخدعون. وتريدون أعمل شيء بلك؟ هل أحتاج خدمة؟ هل جئتم من إرادتكم؟ لا، أنت اللي طلبتنا. نعم. هل تعرفون القوة التي أتت بكم؟ أنت ساحر. أنا ساحر.
ولكن أنا أعمل عند سيدي، سأقدم لكم سيدي. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال لن تدخلوا من الإسلام، لن تدخلوا من الإسلام. من أنت؟ أنا سيدهم. مرحبا مرحبا. عفوا أنا لم يخبروني أن عندهم سيد، أنا قلت لهم عندي سيدي وهم لم يخبروني. بما أنك سيدهم أفضل تتكلم مع سيدي. لا يا من الشهادة، لا نحب الإسلام، لا نحب الإسلام. طيب سيتكلم معك سيدي وستتفقون إن شاء الله. طيب ولماذا؟ لأن أنا فقط خادم مأمور. أوكي. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله داكا وخر موسى صعقا. قال لا يهمني الآن، أنا قال لا يهمني إلا نفسي. وماذا تريد أنت؟ تتركنا. نعم نذهب نعمل. نعم عملنا. ولكن ماذا فائدتك في هذا العمل؟ ماذا رغبتك في الحياة؟ أنا أحب الظلم، أحب القتال، أحب. هذا الذي تحب؟ أحب النساء. النساء الفساد. نعم. عندي اقتراح. ما هو؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لماذا أفعل هذا؟ صبرا صبرا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لن يساهم حتى أكون مسلما بعد كل ما يفعله المسلمين. يقاتلون ويتعدون على البنات والنساء في كل مكان، هكذا يفعل المسلمون. الصلاة والسلام. كيف أصير مسلما وهكذا يفعل المسلمون؟ يعني نحن المسلمون أبعدنا حتى الجن من الإسلام بأخلاقنا وتصرفاتنا. يتعدون على بناتهم وعلى على بناتهم وأخواتهم بالفاحشة. يعني بالفاحشة. نعم. أنا شاهدت كل شيء. الأب مع بنته. لا حول ولا قوة إلا بالله. مع أمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أريد أن أكون مسلم. أنا ليس لي. أنت بريء من الإسلام، من كل دين. دين. طيب إذن دعني أنا آخرين. لا يصلحوا. يعملون كم؟ يعملون الفساد. وأنت هل فعل لك الشر أو لأهلك؟ لا. طيب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. يعمل الولد الذكر ذكر والأخ لأخيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لابن أخيه.
كثير كثير يفعلون الفاحشة في أولادهم وإخوانهم وأولاد إخوانهم. لا أحب الإسلام، لا أحب الإسلام ولا أحب أي دين، أي دين، الكريتيان، الكاثوليك، النصارى، المسيح، البوذيين. أنا ذهبت كثير من الديون إلى كثير من الأديان، كلهم في طبق واحد، في طبق واحد. طيب اتركني أقدم لك إنسانا واحدا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير اللائب، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مؤهل لغير اللائب، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مؤهل لغير اللائب، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مؤهل لغير اللائب، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير اللائب، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير اللائب، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير اللائب. برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين، أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا، ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فأتى الله بنيانها من القواعد. فبرأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين، أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا، ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، 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 وكان لا تريد شيء. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. اوكي، هل ما زال الجن الذين يعملون مع المعالجين ويظهرون الإسلام وهم يضلونه؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لا تركبن طبقا عن طبق، 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 لا تركبن طبقا عن طبق. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير اللائب، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير اللائب. برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين، أولم ير
الذين كفروا من السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. فطاف عليها طائفة من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لا تركبون طبقا عن طبق، 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 لا تركبن 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 طبقا عن طبق. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. برأت من الله ورسوله للذين عاهدت من المشركين. أولم يرى الذين كافروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. طيب، إذا هؤلاء الجن الذين مع المعالجين ويظهرون أنهم مسلمون، وقلتم هو يعني كل الأمور التي قلنا الذين يحسبون الأسماء أرقام بالأسماء جاءوا، ما هذا الشغل يحسبون اسم الشخص بحروف الاسم؟ سحر. ليس أنا لكن من جماعتكم، هو السحر فقط من جماعة الجن. نعم. طيب، والبعض يظن أنها خير وهي ليست خير. طيب، كل الأمور التي قلنا مع الجن التي سألوا كلها يعني شركيات وأشياء من الجن، ها؟ طيب، سنعود إلى الأسئلة. طيب، قبل أن نعود إلى الأسئلة، فجن العراق ما زلتم موجودين؟ فهذا البرنامج عالمي للتنقيص من البشر في العالم. طيب، وسنحضر إن شاء الله الجن في باقي العالم الذين يقومون بهذا البرنامج في كل مكان، سواء بالقتل أو بالأمراض أو بالأدوية. أيضا نعم، ناس من الحكومة، ناس من الحكومة يعملون السحر ليتقاتل الناس، حتى الناس المهمين في الحكومة، حتى الكبار في الحكومة مربيين معهم وهم يعملون ما يريدون. حتى يبقى الناس مشغولون بالحرب بينهم وهم يفعلون ما يشاءون في الحكومة، يسرقون البترول ويفعلون على راحتهم، يسرقون الأموال، فيعملون السحر ليشتغل الناس بالتقاتل وهم يسرقون الأموال. طيب، لنأتي بباقي الجن الذين يعملون عملية تنقيص البشرية في كل العالم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لا تركبن طبقا عن طبق، 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 ولا تركبن طبقا عن طبق، لا 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 تركبن. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. حرمت عليكم هذا مختص بك. كيف مختص بك انت مختص بي؟ نعم، الدماء.
تحريم الدماء خاص بنا. وأنتم تشربون الدماء. من أين جئت؟ أنا من جيت. نعم. من اليهود. من اليهود؟ هناك من أمريكا. من أمريكا. هناك من إنجلترا. بعض من أمريكا والبعض من إنجلترا. كثير. ومن أماكن كثيرة. مرحبا بكم. مرحبا. ومن إيطاليا. أول مرة نسمع بإيطاليا. طيب. وهل جئتم برغبتكم؟ نعم. لا. هل تريدون أن تعرفوا القوة التي جاءت بكم إلى هنا؟ لماذا أتينا إلى هنا؟ لماذا؟ الذي جاء بكم هو سيقول لكم لماذا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هناك من قال لي أني لا أستطيع أن أواجه الماسونيين. نعم. ولهذا الأفضل أن أحبس. نعم. ولكن أنا أخدم لسيدي، أنا أعرف أني لا أستطيع أن أواجه الماسونيين، ولكن سيدي هو يريد أن يواجهكم. هل تريدنا؟ أنت لا تعرف فيما دخلت نفسك. هذا شيء عالمي. الماسونيين والإلوميناتي. طيب. هل تريد أن تعرف القوة التي جاءت بكم إلى هنا؟ لا يهمني. لا يهمك. طيب. يعني أنت تقول أنا ليس لي قوة نفعل لكم شيء. طيب ماذا تقول في هذا؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. الدم 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 الدم. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. مات. يلا الآخرون. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير الله به. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما. الله نور السماوات والأرض. 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 أوكي نواصل.
وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لا تركبن طبقا عن طبقي، 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 لا تركبن. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله بهم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله بهم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. أولم يرى الذين كافروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل لغير الله به. برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. أوكي، هذا كل البرنامج لتقليل البشرية. مازال انتهى هذا كل الجن في البرنامج. طيب، وجنب الجن مع المعالجين الذين يدعون الإسلام، والجن يظهرون الإسلام ويضلونهم، وقالوا أن المعالجين الآخرين الوثنيين وغيرهم نفس الترتيب، الوثنيين والنصارى والطبيعيين وكذلك الذين يعالجون بالطاقة. سنحضر كل الجن الذين يعينوهم في العلاج ليضلوا الناس. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لا تركبن طبقا عن طبقي، 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 لا تركبن طبقا عن طبقا، لا تركبن طبقا عن طبقي، لا تركبن طبقا عن طبقا، لا تركبن طبقا عن طبقي، لا تركبن طبقا عن طبقا، لا تركبن طبقا عن طبقي، لا تركبن طبقا عن طبقا. مرحبا، ماذا بك؟ ماذا تريد؟ أريد أن تعرفوا القوة التي جاءت بكم إلى هنا من كل هذه الأماكن المختلفة. ولماذا عملت هذا؟ لماذا فعلت هذا؟ لأننا نحتاجكم في شغل عظيم. أنا ليس مع المسلمين. أنت لست مع المسلمين؟ نعم. ولكن انظر اقتراحنا إذا أعجبك. الذين يعالجون بالطاقة. وماذا تفعل؟ الذين يعالجون بالطاقة ماذا تفعل معهم؟ نساعدهم. تساعدهم حتى يشفى الناس بالطاقة المغناطيسية. يعملون شيء لنا ويعملون لكم شيء. مثل ماذا؟ مثل سكريفيس، مثل القرابين، يعطون الماكل، يعطون الطعام، اللحم والفواكه، ويعبدوننا ويعبدكم. طيب، كل واحد كيف؟ طيب،
وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ومن أيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون حرمت وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. من سينتقم منكم؟ السحرين. الجن السحرة أو البشر؟ البشر. وكان حقا على هل أهليكم في أمان؟ لا. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حين فلا يؤمنون. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ولم يرى الذين كافروا السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما ففتقناهما وجعلنا الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حق انتهى. طيب وسألنا عمار الدار الجن الذين يسكنون في الدار هل تطردهم سورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها تطرد الجن من البيت؟ كل القرآن يطرد لكن يرجعون لا يذهبون. كل القرآن يطردهم إذا سمعوا القرآن يفرون وإذا انتهى القرآن يرجعون هكذا. الناس يسكنون فيهم يصلين فيهم لا يصلون فيهم لأن البشر فيهم الذي يصلي ولا يصلي ويعبد ويعصي وفيهم من يدعو القرآن ولن يستمع والجن يتخبى في جسمه. سبحان الله لما يجعل الإنسان القرآن وهو لا يسمع إليه فالجن يختفي في جسمه لأنه غافل لا حول ولا قوة إلا بالله لأنه غافل ولكن يفكرون في المال والأولاد والنساء يتفكرون في الأموال والأولاد والنساء والدنيا والسيارة ويجعلون القرآن لطرد الجن وأمخاخهم فيهم الجن وقلوبهم قلبه ليس مع القرآن فهو نظف البيت وما نظف نفسه الإيمان ضعيف. طيب لننظر إلى كل السحر حيث كنتم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا وهبا منثورا ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيناهم من القواعد فأخر عليهم سقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين من لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها حرمت طائف من ربك وهم نائمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذن الحمد لله تم هذا الخطف بإذن الله تبارك وتعالى وقد سمعتم ففي العراق يعني الجن كثيرون يريدون الدماء من السياسيين ومن الناس ويسحر بعضهم بعض وكذلك هذا البرنامج العالمي لتقليل البشرية إلى 500 مليون فيرسلون الجن وكذلك اليهود يرسلون الجن للمسلمين في كل مكان حتى لا يتفقوا ويتقاتلوا وتسير الفوضى هذا الموجود ويبقى أن المشكلة عند البشر وأكرر نصيحتي لكل مسلم ومؤمن إذا لم يعجبك أوضاع البلاد فالتزم الطريقة السلمية والطريقة القانونية
ولا تزيد في الفوضى ولا تزيد في القتال، فإنك ستعمل لمصلحة الشيطان. لا فائدة أن تقتل الأكراد وتقتل الشيعة وتقتل وتقتل، هذا لن يصلح البلاد ولن يصلح أي شيء. الله تعالى يحفظنا ويسترنا. ثم كذلك هؤلاء المعالجين الجن لا يصلح في العلاج، يعني هذا ليس مرة نعمل الخطف. الخطف بدأ سنة 2007، فنعمل كل يوم، وعملنا في عد في عشرات البلدان ومع عشرات الخطاف وكل من يعالج بالجن، وجدنا أنه ليس صحيح، يعني ليس صحيح. كان في البداية جن مسلمين، ثم بعدين دخل فيها الكفار، ونفس اللعبة يلعبون، ينقصون الشيء من المرض ثم تسير مشاكل أكثر. هكذا دائما دائما. ولا فاتركوا هذه الأمور مرة، اتركوه. وهذه الطريقة، يعني رأيتم دروس التكوين في الرقية، لا تحتاج إلى الجن، تستطيع أن تشخص الإنسان بأعراضه وتعالج بالحجامة والماء والزيت والسناء، فيزول السحر وآيات لكل نوع من السحر. وإذا وجدتم العلاقة مع الجن، من يتكلم على الجن، فادخلوهم الإسلام، يحكم فيهم القرآن الذي يجعل هذا الخطف يعني سليم، أنه يمشي بالقرآن والدعاء، ليس فيه شيء آخر. وأن الجن إذا دخل الإسلام لا يحرقه القرآن، الآن نعرف أن يعني نعرف أنه دخل الإسلام فعلا، ولكن كلامهم صحيح وغير صحيح هذا لا يمكن أن نعرفه أبدا، لأن عالمهم يختلف عن عالمنا. فمهما قال شيء هو شهادة، مثل يعني واحد يخبرك عن دولة لا تعرفها، قال لك كلام، فخلاص أنت لا تعرف تلك الدولة، هو قال والله أعلم، قد يكون صحيح أو ليس صحيح، يبقى شهادة فقط، يعني لا نقبلها حتما ولا نردها، لا يهم. المهم هو أن هؤلاء الجن يسلمون ويذهبون لإصلاح ما أفسدوا. هذا الذي نريد. الله تعالى المستعان. الله تعالى يوفقنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.